بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، ومرحبا بكل متابعي قناة مسيو بحباح التعليمية على اليوتيوب. إذا في الدرس ديال اليوم إن شاء الله الرحمن الرحيم غنشوفوا هذا التمرين هذا اللي هو جميل وجميل جدا، ومن خلاله غادي نجاوبوا على هذه المجموعة ديال الأسئلة اللي كاين عندنا هنايا. وبالاشاره الشباب، فهذا التمرين هذا كنقدروا نعتبروه من انه ينتمي الى الاكسل المتقدم، بحيث كان عندنا واحد المجموعه ديال الاسئله اللي ما داخلاش مع البارتي الاولانيه او مع الجزء الاولاني من الميكروسوفت اكسل. دونك كي كتشوفوا معايا الشباب هنايا، كان عندي واحد الطابلو فيه واحد مجموعه تاع لي ريبريزونطون او مجموعه ديال البائعين. هنا كل بائع وشنو الريجيون او الجهه اللي كينتمي ليها. هنا عندي سالير دو باز ديالهم، عندي لينتي فونديو، عندي البريم، وعندي سالير نت. دونك الاسئله اللي كاين عندي يا شباب، انتبهوا معايا هنايا، بغينا نومبر دي يونيتي سوبيريور ا 400، يعني قال لك غتحسب لي شحال من يونيتي اللي هي كبار من 400. فهاد ليكزارسيس الشباب انا اللي بغيت نشرح لكم شنو هو انتاج، ولا شنو هي الطريقه اللي خصني نعرف بها الفونكسيون اللي غادي نستعمل، او اش من الداله اللي غادي نستعمل باش نجاوب على اي سؤال. دونك باش نعرف الداله، فخص هذاك السؤال اللي كاين عندي هو خصني نفهم السؤال مزيان، واذا فهمت السؤال مزيان فبالتالي غنعرف شنو هي الداله او شنو هي لا فونكسيون اللي غادي نخدم بها. دونك هنا ملي تطلب مني في السؤال نومبر دي يونيتي، نومبر يعني مطلوب مني واحد العدد، يعني راه اصلا كاين عندي هنايا واحد المجموعه تاع لي فونكسيون اللي خاصين بلي نومبر. كاين عندنا فونكسيون سميتها ان بي، وكاين عندنا فونكسيون سميتها ان بي فال، وكاين عندنا ان بي فيد، وكاين عندي راني ديجا شفت معكم في واحد ليكزارسيس، شفت معكم واحد المجموعه تاع لي فونكسيون ديال لي نومبر. فهنا ملي تيكون عندي نومبر انا اوتوماتيكمون خصني نفكر في لا فونكسيون ان بي، ولكن هنا في السؤال راه عندي واحد الشرط مع الفونكسيون ان بي، حيت قالوا لي نومبر دي يونيتي سوبيريور، يعني اللي كبر من 400. يعني واخا اول حاجه نومبر، يعني خاصني نخدم بواحد لا فونكسيون ديال لي نومبر مزيان. واخا دي زونيتي، خاصني نشوف الطابلو فين هما لي زونيتي اللي كاين عندي فيه، فين هما لي زونيتي؟ هادو هما لي زونيتي اللي كاين عندي. لي زونيت فوندي هما هادو مزيان. دونك يعني هنا انا اللي جيت قلت لك انتيا بطريقه يعني عاديه بلا ما نهضروا على الاكسل، لا جيت قلت لك حسب لي هنايا شحال من يونيت اللي فايته ولا اللي كبر من 400 بطريقه عاديه. واش غادي تجي تحسب في شي بلاصه هنايا؟ واش غادي تحسب ليا هنايا؟ ولا غادي تحسب ليا في لي سالير؟ ولا غادي تحسب لي في لي بريم؟ انت حيت عندك عقل انفو غتشوف السؤال مكتوبه فيه دي زونيتي نومبر دي زونيتي، راه اوتوماتيكمون غادي تقلب على البارتي اللي فيها لي زونيتي اللي غتبدا تحسب، غتحسب لي العدد ديالهم. لكن بالنسبه لميكروسوفت اكسل فهو ما عندوش العقل، دونك انا خاصني داكشي اللي كنت كنفكر فيه نقدر نديرو انا بعقلي، خاصني نوريه لميكروسوفت اكسل. دونك يعني خاصني نفهمو بلي راه هاد البلاصه هي اللي خاصو يدير فيها هويا، خاصو يجي يحسب لي العدد تاع لي زونيتي ديالهم هذا المكان هذا. دونك دابا اللي كبر من 400، دونك حيت عندنا فونكسيون تاع نومبر وعندنا معاها الشرط اللي هو كبر من 400، فاوتوماتيكمون خصني نمشي نفكر نخدم بلا فونكسيون ان بي بوان سي. ولا فونكسيون ان بي بوان سي راه ممكن نكتبها وممكن نجي عند لي فونكسيون اللي كاين عندي هنايا ونقلب على فونكسيون ان بي بوان سي، هي هذه كيطلع عندي هذا الفنات خادع على هذا الشكل هذا. دونك شنو غندير؟ لابلاج خصني نمشي نوري نقول له شوف هذه البلاصه هذه هي اللي خصك تحسب لي فيها. وشنو اللي غيحسب لي هنايا؟ شنو هو اللي بغيتو يحسب لي؟ بغيتك تحسب لي غير لي فالور اللي كبر من 400، كبر من 400، يعني شحال من وحده هنايا، شحال من سولول، بحال غيحسب لي العدد تاع لي سولول باردون، غيحسب لي العدد تاع لي سولول اللي الفالور ديالهم فايته 400. هذا هو الجواب ديال هذا السؤال هذا. وندير اوكي كي كتشوف معايا، فجا قال لي راه كاين عندنا سبعه ديال لي فالور اللي كبر من 400. نشوفوا السؤال الثاني شنو كاين عندنا فيه. حتى هو كاين عندنا فيه نومبر دي سالير دي باز دي فوندور دو لا ريجيون سود. عاوتاني هنا كاين عندي كلمه نومبر، بما ان عندي كلمه نومبر يعني اوتوماتيكمون خصني نفكر ان نخدم بلا فونكسيون ان بي. دي سالير دو باز، هنا كيهضر لي على السالير دو باز ديال لي فوندور، دونك اللي كينتميو لا ريجيون سود. داكور، يعني هنا اوتوماتيكمون شنو غيحسب لي؟ راه انا بغيت يحسب لي هنايا بحال كلمه سود شحال معاوده هنايا من مره، بما ان غيحسب لي هنا كلمه سيود شحال معاوده من مره، بمعنى راه ان غيجيب لي شحال من ريبريزونطون كاين في السيود، وراه غيجيب لي شحال من سالير كاين في السيود، وراه غيجيب لي شحال من يونيتي فوندي في السيود، وغيجيب لي شحال من بريم كاينه في السيود. دونك راه نفس السؤال تقريبا اللي كاين الفوق، غير هو اختلف غير في الكتابه ديالو. دونك نومبر غنفكر في لا فونكسيون ان بي، والشرط اللي عندي عاوتاني هنايا هو اللي غيكون ديال لا ريجيون، يعني غيجي لهاد البلاصه هذه يحسب لي كلمه سيود شحال معاوده من مره، لان هذا هو الهدف من السؤال.
دونك شنو غندير؟ غنجي نوقف هنايا وغنقول لي هذه المره تساوي، هذه المره غنكتبها بطريقه اخرى، تساوي ان بي بوان سي. كتشوف معايا الشكل البلاج اللي غادي نحسن ندير ليه هو هذا. نمشي نسيليكسيون هذوما النت لهنا وكنديروا ليه بيان سور بوان فيرغول. انا خدمت معكم بالطريقه بجوجات، لا فونكسيون ان بي اختاريناها من اف اكس، وهذه المره غادي نكتبها لانها نفس الطريقه. دونك بوان بوان فيرغول هنايا يعني باش غندوز عند الكريتير كي كتشوفوا معايا لتحت في لا سانتاكس، ومن بعد غنفتح هذا لي كاشا ليغومي او الكوتيشن مارك وغنكتب ليه كلمه سود. كلمه سود راه واخا تكتبوها مينيسكول ولا ماجيسكول ما كاينش فرق، على هذا الشكل هذا. ونسد القوس ديالي بيان سور وغندير اونطري، فهو قال لي كلمه سود راه تعاودت 5 ديال المرات، هو 1 2 3 4 و 5. بما ان كلمه سود راه تعاودت 5 المرات، بمعنى ان لي ريبريزونطون اللي كاينين في الريجيون ديال سود راهم كاينين 5. واضحه الفكره؟ دونك غنمشيو دابا عند السؤال اللي كاين من بعد منه. السؤال اللي كاين من بعد شنو كاين عندنا فيه؟ نتابعوا معايا الشباب. قال لك هنا توتال دي زونيتي فوندي دون لا ريجيون نورد. دونك هنا ما كاينش عندنا كلمه نومبر، وانما عندنا كلمه توتال. وان فوا نسمع كلمه توتال شنو تنقصدوا بالتوتال؟ يعني راه تنهضر هنا على الجمع. دونك خاصني نخدم بواحد لا فونكسيون ديال لا سوم. مزيان، كون كانوا كاتبين لي عاد توتال هنا توتال دي زونيتي فوندي وحبسوا، وكان السؤال حابس عاد فوندي داكور، فهنا غنفكر نخدم بلا فونكسيون سوم ونحبس. ولكن هنايا قال لي هو التوتال دي زونيتي فوندي دون لا ريجيون نورد، يعني عاوتاني هنايا راه كاينه عندي خاصني نخدم بلا فونكسيون سوم، ولكن كاين عندي معها واحد الشرط. اشنا هو الشرط هذا؟ هو ان غير يحسب لي لي زونيتي فوندي هادو غير ديال من؟ غير ديال نورد صافي، ما غيحسبش لي كاع لي زونيتي فوندي. واضحه الفكره؟ دونك هنا عندي توتال غتبان لي كلمه توتال غنفكر ان نخدم بلا فونكسيون سوم، وبما ان عندي الشرط ديال هنايا ريجيون نورد يعني غنفكر في سي. يعني شنو هو؟ يعني هي لا فونكسيون سوم وداخله معاها سي. دونك هذه هي الطريقه، يعني بالتحليل ديالك للسؤال غادي تعرف اش من فونكسيون خصك تخدم بها. تنعاود، بالتحليل ديالك للسؤال غادي تعرف اشنا هي لا فونكسيون اللي خصك تخدم بها. وبيان سور غنوقفوا عند السيلول هنايا ونمشيو عند اف اكس ونقلبوا هذه المره على فونكسيون سوم سي. ونفس الشيء لا فونكسيون سوم سي راه ديجا خدمت معاكم هذا التمرين، هذا راه شامل فيه ريفيزيون فيه كلشي. دونك هنايا غنقولوا ليه اشنا هو لا بلاج، شنو اللي بغيناه، فين غادي يمشي يقلب لينا. دونك هنا غنجيو نقول ليه غتقلبنا على هذه البلايصه هذه، يا سيدي هذا هو البلاج اللي بغيناه. واخا التوتال اللي غادي ندير اشنا هي الكريتير اللي تنقلب عليه، بغيت نقلب عليه وسط من هذه الكلمات، شنو هو الكريتير؟ الكريتير عندنا حنا هو كلمه نور، ياك يا اما نكتبها يا اما نجي نسيليكسيون شي وحده هنايا. سهله هي انني غادي نكتبها، انا ما عنديش مشكل. علاش غادي نكتبها؟ لان هنايا بالنسبه لي ما غنديرش ما غنخدمش غو كوبي، وراه نكتبها ماجيسكول ولا مينيسكول راه ما كاينش فرق بالنسبه لي، وما كاينش فرق بيناتهم. الوغ قال لك قلنا لي سيدي غتمشي هنا لعاد الريجيون وغتقلبنا على هاد كلمه نور، ومني غيلقى هاد كلمه نور هنايا نور غيلقاها هنايا، شنو اللي بغيناه يحسب لينا ليها؟ الصوم ديال لا بلاج، شنو بغينا يحسب لينا؟ بغى يحسب لينا لي زونيتي فوندي ديالها، هادشي اللي كاين عندنا في السؤال، لي زونيتي فوندي. وغنجي دابا نسيليكسيوني لي زونيتي فوندي هنايا على هاد الشكل هذا، وغادي ندير اوكي. وكي كتشوفوا معايا هو جاب لي الريزولتا. دابا شنو دار هو في الخدمه ديالو؟ فين ما كتبان ليه هنايا كلمه نوغد كيمشي كيهز ليها هاد الفالور ديالها، فين ما كتبان ليه كلمه نوغد كيهز ليها الفالور ديالها، فين ما كتبان ليه كلمه نوغد كيهز ليها الفالور ديالها، وفي الاخر دار لهم التوتال ديالهم واعطاه ليا هنايا في هاد السيلول هذا. دونك بالنسبه للجزء الثاني ان شاء الله الرحمن الرحيم ديال هذا الدرس هذا غنجاوبوا فيه على هاد ربعه ديال الاسئله، وهنا غادي نتكلم على ليكسل المتقدم 100%. كنتمنى تكونوا استفدتوا من الدرس ديال اليوم. بيان سور اذا استفدتوا ما تنساوش الاعجاب بالفيديو لدعم هذا المحتوى النافع، كذلك لا تنسوني انا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.